رجعنا من الفاصل، بنرحب بضيوفنا الاعزاء دكتور محمود جمال احد الباحثين المتقدمين لاعلان جامعه العريش، دكتور محمد شرائي احد الباحثين المتقدمين لاعلان جامعه العريش. موضوع هو عباره عن اعلان صدر في الجريده الرسميه في شهر ديسمبر عام 2018 بتفصح فيه جامعه العريش عن حاجتها لاعضاء هيئه التدريس من معيد الى استاذ مساعد. وبالفعل تقدم عدد من الباحثين، العدد من الباحثين حوالي 3000 باحث، وبداوا في تقديم اوراقهم المطلوبه او الاوراق المطلوبه. وبعد سنه من التقديم تفضلت الجامعه مشكوره بتشكيل لجان للفحص، ثم عقبت ذلك، الكلام ده كان في عام 2019 شهر ديسمبر عام 2019، ثم عقبت ذلك بتشكيل لجان الاستماع في شهر يوليو من عام 2020. على طول هذه الاجراءات من بدايتها الى نهايتها الى الان الجامعه لم تعتمد النتيجه، على الرغم من صدور قرارات تعيين لبعض المتقدمين ومنهم الدكتور محمود جمال، او صدور قرارات ترشيح لبعض المتقدمين، والموقف ضبابي، والباحثين بيسالوا مصيرنا ايه، عاوزين نعرف الوضع هيكون ايه. فطبعا تفضلوا مشكورين. طبعا هنوجه السؤال للدكتور محمود جمال. يا دكتور محمود، من بدايه الاعلان وصولا الى الان، والله الوضع كان عباره عن ايه، او ايه اللي تم خلال هذه الفتره؟ والله هو نزل اعلان في زي اي اعلان في الجرايد الرسميه، وقدمنا الورق بتاعنا والمستندات. وبعد ما قدمنا الورق والمستندات، الجامعه اخذت وقت كبير جدا عمل ما بدات تعمل لجان الفحص بتاعت الاوراق. يمكن اخذت سنه قبل ما عملت لجان الفحص، وبعد طبعا كده عملت لجان استماع. يعني من بدايه التقديم الى تشكيل لجان الفحص سنه من ديسمبر 2018 بدون اي مبرر خالص يعني. تمام. وبعدها بسنه عملت لجان الاستماع. تمام. وانا كنت من ضمن الناس اللي صدر لهم قرار تعيين. احنا اتنين صدر لنا قرار تعيين شهر 4 2020، قرار رقم 49 تاريخ 21/4. انا اعرضه معانا على الشاشه والناس وتم هتشوف. التصديق عليه من رئيس الجامعه بتاريخ 3/5، وتم يعني بعتوا لي تعالى علشان خاطر انت تم تعيينك. تمام. تعالى علشان خاطر تمضي استماره الامن، عشان خاطر هنبعت الاستعلام الامني علشان يتم تعيينك. وبالفعل تم ارسال الاوراق للامن وورود موافق جهه الامن. تمام. رحت لهم، انا خلصت الاوراق بتاعتي وعايز استلم، لقيت تعنت واضح من جامعه العريش، مش راضين يسلموني. تمام. الوحيد اللي كان بادئ يعني يتفاهم معانا شويه كان الدكتور سعيد لافي. الاسبوع الجاي، طب الشهر الجاي، طب احنا عندنا شويه مشاكل في الاعلان، في بعض الدرجات اللي كان فيها شكاوي، والشكاوي دي معروفه لكل الناس، الناس تقدمت، وفي زوجات عمداء متقدمين في الاعلان. طبعا. وفي بعض المخالفات تمت في الاختيار، مجاملات وكده، فالناس اشتكت. طبعا. في الرقابه الاداريه. طبعا. لما تيجي الناس تشتكي في الرقابه الاداريه وتقول ان في مخالفات 1 2 3، انا طبعا بقى او احنا كمتقدمين، احنا ذنبنا ايه ان كنتوا كجامعه خالفتوا في الاختيار؟ احنا ذنبنا ايه ان كنتوا كجامعه لما جيتوا تختاروا جاملتوا بعض الناس؟ انا طبعا دلوقتي صدر لي قرار تعيين، ورئيس طبعا الجامعه الحالي مش راضي يسلمني شغلي. طبعا. تمام. انا اشتكيت، ايه اللي يخليني يعني، انت حضرتك كرئيس جامعه موجود في منصب، المنصب ده منصب قيادي ومنصب حساس، وشمال سيناء تحديدا منطقه حدوديه، والمفروض ان اي قرار يتم اتخاذه يتم دراسته من كل الابعاد. ازاي يبقى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدنا كلنا مهتم جدا بشمال سيناء، وكل شويه بيسعى، خاصه ان جامعه العريش تعتبر منبر طبعاً من منابر التنميه، طبعاً الناس بتيجي من كل الموجوده في شمال سيناء، ومش منبر علمي بس، منبر ثقافي واخلاقي ويعني وضميري حتى. الدكتور محمد شرقي، طبعا انت مريت بنفس التجربه وقدمت في نفس الاعلان من بدايه التقديم، وانت طبعا سافرت من المنصوره اعتقد للعريش. صحيح صحيح. تمام. الاعلان كان في شهر 12 سنه 2018. ديسمبر 2018. تمام. ديسمبر 2018. تمام. وكان شرط اساسي الحضور شخصيا. تمام. لازم لازم الشخص يجي بنفسه. كمان كان في ناس مسافره في خارج مصر ورجعت وجات مخصوص. انا واحد من الناس اللي كنت خارج البلاد. تمام. وحضرت شخصيا. تمام. وطلب اصول الاوراق، يعني اصول الاوراق سواء كانت بقى شهادات البكالوريوس او شهادات الماجستير
او شهادات التجنيد الى اخره من اصول اوراق. اصول الاوراق دي عشان تطلع مكلفه تمام ومجهده. تمام. هنا هنسال الدكتور محمود سؤال. طبعا في احساس بالغبن، في احساس بعدم الرضا، طبعا في احساس بان هو لا الوضع كده يعني ضبابي غير واضح. يا معالي الدكتور، احنا في شمال سيناء الرئيس بيسعى بكل الطرق ان هو يعمر شمال سيناء ويعمل تنميه. روح حضرتك اتفرج، شوف مدينه رفح الجديده، روح شوف الشيخ زويد اللي كانت معقل للارهاب. فاحنا يعني الرئيس بيحارب والدوله بتحارب والمؤسسات كلها بتحارب وبتعمل تنميه. ازاي انا يكون عندي اعلان في 238 درجه كلهم باحثين ماجستير ودكتوراه ومعيدين، وانا اجي في الاخر اخد قرار بان انا الغي واطفش الناس؟ فين المسؤوليه؟ هل المنصب القيادي اللي موجود في الدوله ان انا لما يبقى عندي امر اصدر مشكله للدوله ولا حل المشكله؟ تمام. يبقى اذا هنا يا دكتور محمد احنا عاوزين نوصل لنتيجه، وهي ان انت شايف حضرتك ان الوضع يعني احنا عاوزين غير نوصل واضح. غير واضح. ما هي الاسباب، ما هي الاسباب الحقيقيه وراء رغبه مجلس تمام. الجامعه في الغاء هذا الاعلان؟ تمام، يوضحوا لنا. في ظل كمان احنا عاوزين حد يطلع يكلمنا 238 درجه، حد من المسؤولين يطلع يكلمنا يفهمنا. 238 درجه نعم، تقدم ليها تقريبا 3000 باحث، ما يقارب 3000 باحث، ما يقارب ل 3000 باحث. نعم طبعا سافروا من محافظات مختلفه. بصعوبه بالغه دخولك لشمال سيناء تمام، في غايه الصعوبه. مرتين اعتقد مرتين، مره نعم. نعم مره لجان، مره تقديم ومره لجان استماع. وهو الغريب في الامر ان الفتره طالت جدا ما بين تقديم الورق وما بين الاستماع، الخطاب او الجواب اللي جاي عن طريق البريد لحضور الاستماع كان جاب كبير جدا. من بتقدم الورق مثلا ولنفترض من نهايه شهر ديسمبر، ويجي لك الاستماع في 28/20 بعد سنه يعني تقريبا سنة ونص تقريبا او وصلت تقريباً. سنتين سنه ونص تقريباً. سنه ونص تقريبا. اللي وصل لينا ان هو في حوالي في درجات، بعد الدرجات فيها تجاوزات على حد تعبير الجامعه متمثله في تخطي ادوار المرشحين او زياده عن حاجه الجامعه. طيب انا هسال حضرتك سؤال. انا او حضرتك او اي حد تاني، انا ذنبي ايه؟ حضرتك مسؤول وجبت لجان، واللجان دي اصلا من بره العريش تمام، وناس متخصصين تمام، وراحوا اختاروا تمام، والناس دي انتوا بتقولوا ان هم عملوا بعض الاختيارات الخطا. فانت قدامك كذا حل، عندك استعداد انك انت تقول في عوار في الاختيار وراجع الدرجات دي من الاول تاني تمام. عندك استعداد انك انت تراجع الاعلان كله من الاول تاني تمام. عندك استعداد انك انت تعتمد كله والمتضرر يلجا للقضاء. مجلس تمام. الجامعه قادر طبعا. قادر على تمام. انه يحل هذه المشكله. اذا في وسيله للمراجعه القانونيه. نعم نعم، المراجعه القانونيه فيما نعم. يخص الدرجات التي لم يصدر لها قرارات تعيين طبعا. لان تقريبا الدرجات اللي صدرت لها قرارات تعيين اصبحت محكمه صحيح، والدرجات التي لم يصدر لها قرارات تعيين اصبحت قابله للمراجعه القانونيه صحيح. من الجامعه في حال تخطي الادوار طيب. في الترشح كده ولا ايه؟ صحيح. ليه حضرتك كمسؤول توديني اروح ارفع قضيه؟ ليه تعمل لي انا وتخليني اروح ادفع 20 و30؟ عدد القضايا كام اللي مرفوعه؟ والله تقريب. هو عدد القضايا اللي وصلت الجامعه اكتر من 320 قضيه تمام، ولسه الى الان لم يظهر قرار الالغاء. حضرتك كمسؤول بتصدر ازمه للبلد ليه؟ حضرتك طبعا. ممكن بمنتهى البساطه انك انت يعني مجلس الجامعه ده من 4 أو 5 شهور اخذ قرار بالتجميد، وبعدها على طول مجلس الجامعه في المجلس اللي بعده اخذ قرار باستكمال الاعلان، وتم الاتفاق على استكمال اجراءات الاعلان، وكان الامر ماشي وما كانش فيه اي مشكله خالص. يعني ايه استكمال؟ يعني ايه تجميد؟ يعني ايه استكمال؟ يعني ايه تجميد؟ هل مصير الباحثين متوقف على ان مجلس الجامعه النهارده ليه مزاج يلغي يقوم يلغي، بكره ليه مزاج يكمل يقوم يكمل، بعده ليه مزاج يلغي؟ مش تمام. ممكن تمام. يعني احنا مش عايزين، احنا عايزين حقنا. انا صدر لي قرار تعيين، ليه تخليني اروح ادفع فلوس وتصدر ازمه للدوله؟ انت حضرتك بتعمل ازمه بين الدوله، بين المؤسسه الحكوميه اللي هي الجامعه، وبتعمل ازمه بين القضاء. ليه طبعا. اعمل ليه اروح اشتكي في الرقابه الاداريه؟ وليه اروح اشتكي في التنظيم والاداره والجهاز المركزي للمحاسبات؟ هو مش حضرتك عامل الاعلان ودافع فيه فلوس؟ تمام. ازاي بمنتهى البساطه تقول الغي؟ تمام. يعني ما هو الاعلان ده من بدايته الى نهايته يا دكتور محمد
يعني بعض الناس قالت متكلف مش اقل من 4 أو 5 مليون جنيه. طبعا طبعا لجان فحص طبعاً. لجان استماع اكيد يا فندم. اعضاء هيئه التدريس تم تكليفهم باستلام اوراق المتقدمين لمده صحيح. اسبوعين صحيح. ثم تم تمديد هذه المده لاسبوعين اخرين اصبحنا شهر. يعني شهر اعضاء هيئه التدريس بالجامعه اشتغل تكليفهم واستلام اوراق والاداريين المتقدمين الكادر الاداري في الجامعه كان في حاله طوارئ طول فتره الاعلان. طبعا كل لجنه كانت مكونه من 5 أو 6 أفراد. لماذا لماذا يرضى كمان ان احنا نزيل هذا الالتباس بالمداخله الهاتفيه مع الدكتور احمد سالم وطبعا رفض ان هو يرد تحدث الرسمي باسم جامعه العريش. ده متوقع. الناحيه القانونيه للالغاء او الطرح دكتور حجازي احنا هنا لنا سؤال لماذا لم يخرج رئيس الجامعة الذي صدر في ولايته الإعلان ويخبر الناس عن الحقيقة؟ كان نائب. أنا رئيس الجامعة أقصد الدكتور حبش في ظل الإعلان صدر والجامعة الإعلان لما نزل أعتقد أنه نزل باسم جامعة مش باسم شخص. نعم نعم باسم الجامعة لأنه هو غير منور. أنا أقصد أقول أنه في ولاية رئاسة الجامعة من الدكتور حبش النادي تمام. وخروجه على المعاش تمام. كان من المفترض أن يكون في توضيح من المتحدث الرسمي للجامعة بخصوص هذا الإعلان. حضرتك عاوز تقول إن كان في ضبابية في نعم. استبيان نعم. الأمور نعم. أنا عايز أوضح نقطة بس مهمة جدا إن الإعلان عشان خاطر ينزل رجع من 3 أفراد الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام وده أستاذ قانون وكان محافظ الشرقية السابق والمستشار صالح سليم اللي هو المستشار القانوني الحالي لرئيس الجامعة اللي هو المسؤول الأول واللي دايما بيسعى ان هو يلغي الإعلان احنا مش عارفين ليه المسؤول طبعا. الأول المستشار صالح سليم وكمان الأستاذ صبر عطية مدير الشؤون القانونية لما الإعلان فيه مشاكل ازاي حضراتكم توافقوا عليه لما يا معالي المستشار صالح قلت ان في بعض المشاكل في اعلان في الاختيار يعني لو الاعلان فيه مشاكل من الاول ما كنتش وافقت عليه كنت قلت لا ده فيه مشاكل طبعا. ازاي الاعلان يمر بالمراحل بتاعته وتنتهي وبعد كده جاي تقول لي الاصل فيه مشاكل وفعلا. انا ما اتحملش ذنبك انت اخطات انا مالي انا قاعد في بيتنا وانت بتقول انت مرشح حضرتك كده يا دكتور محمود عاوز تقول حضرتك كنت فين لما الاعلان صدر في الجريده الرسميه بالظبط حضرتك كنت نعم. فين لما تشكلت لجان فحص حضرتك كنت فين لما تشكلت لجان استماع لما جاي حاليا بتقول ان هو على حد تعبيركم ان هو في رغبه غير عاديه من جانب الجامعه في الغاء الاعلان تحديدا المستشار صالح سليم تمام يبقى اذا هنا احنا امام موقف غير واضح من جامعه العريش نعم حيال اكثر من او في حدود 3000 باحث في نوع من الغبن وعدم الرضا طبعا في نوع من الشعور بالتذمر في قهر في احساس بالقهر نعم نعم ومعانا مكالمه تليفونيه من احد المتقدمين الو الو استاذ جمال معانا مداخله تليفونيه طبعا احنا عاوزين نستوضح الموقف القانوني ل معانا مداخله تليفونيه استاذ جمال وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون استاذ جمال كده معانا معايا ثواني اتفضل اتفضل استاذ جمال الناحيه القانونيه او الشق القانوني لالغاء الاعلان او فيما يسمى باعاده طرحه بعد ان مر باجراءاته القانونيه من صدور في الجريده الرسميه لتشكيل لجان فحص لتشكيل لجان استماع اولا تحياتي للقناة العظيمة الهادفة ولفريق الإعداد أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وتحياتي شرف للضيفين الكريمين المظلومين شكرا شكرا بالنسبة لموضوع إلغاء الإعلان لا يجوز إلغاء الإعلان بعد أن أفصحت السلطة الإدارية الممثلة في الجامعة عن إرادتها نحو تعيين من تقرره الإجراءات الموضوعية المحايدة المنصوص عليها في القانون ولما أقول قانون أو القانون تنظيم الجامعات المصرية
رقم 49 لسنة 72 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له. تمام علي؟ كده تمام. انا بنتكلم في موضوع الغاء الاعلان، لازم اوضح جزئيه صغيره، كيفيه الوصول الى الاعلان. تمام. كيفيه الوصول الى الاعلان، احنا عندي النهارده في الجامعات، عندي مجالس اقسام الكليات. تمام. مجالس اقسام الكليات بتعلن عن الوظائف الشغاله عندها. مستمرين احنا. ثم يتم العرض على مجالس الكليه لإقرار هذه الوظائف. تمام. ثم يتم العرض على مجلس الجامعة لإقرار هذه الوظائف، ثم يصدر قرار من رئيس الجامعة بالإعلان في جريدتين رسميتين في يومين متتابعين. تمام. يعني كده يا أستاذ جمال، إحنا بنوصل لنتيجة إن الإلغاء أو السحب أو الطرح هو غير قانوني ومخالف. أنا مش عاوز أوصل دلوقتي للإلغاء الا ما مر على الاجراءات الاول اللي المفروض تتعمل. تمام. طبعا احنا في طبعا بسبب وقت الحلقه والبرنامج بنتوجه بالشكر للاستاذ جمال حبيب، ومعانا مداخله تليفونيه من الاستاذ اسلام احد. الو استاذ اسلام معانا؟ يعني كده الناحية القانونية أو رأي القانون أنه الإلغاء أو الطرح هو غير قانوني. إحنا بعد سنتين ونص أو ثلاث سنين ما كملناش الإعلان، وبعد الثلاث سنين جايين نقول الإلغاء؟ الإلغاء الإلغاء يا دكتور حجازي، الإلغاء يتطلب أسباب حقيقية. تمام. وتوضح هذه الأسباب في العلن. تمام. ده إعلان. تمام. والأسباب تكون معلنة. تمام. يبقى إذن هنا إلغاء الإعلان على حد تعبير أحد فقهاء القانون هو تجبيد وتجبيل ليد الدولة في فرض تعيين عدد كبير من الباحثين. صحيح. لدرجة وصفها بأن عدد المعينين في هذا الإعلان قضائيا سوف يكون أكثر من عدد الطلاب بالجامعة. طب ليه يا دكتور؟ إحنا بنواجه سؤال، ليه حضرتك تودينا للناحية القضائية ويبقى فيه خصومة بين المرشحين وبين الجامعة؟ ليه حتى لو حضرتك عندك مشاكل ما بتراجعش المشاكل دي؟ ليه ما تشكلش لجنة وتقول ان انا عندي 35 درجة فيهم مشاكل، فاروح جايب لجنة متخصصة زي ما كان معالي رئيس الجامعة قبل ما يمسك قال انا هعمل كده. تمام. يبقى اذن في نهاية الفقرة هنا احنا عاوزين نوجه اسئلة لجامعة العريش، منها موقف الناس دي ايه؟ موقف الناس دي ايه؟ الناس دي عاوزة اجابات واضحة وصريحة، وزي ما المتحدث الرسمي أشار من فترة لأنه سوف يكون هناك تصريحات علنية لم تظهر إلى النور حتى الآن. طب ينفع المتحدث الرسمي باسم الجامعة يطلع يوم السبت اللي فات يقول بكرة هنطلع بيان بخصوص آخر مستجدات إعلان جامعة العريش، نستناه الحد والاثنين والثلاث ورابع يوم راح ينزل لنا خبر يقول أصل رئيس الجامعة كان بيمر على الامتحانات؟ يعني المؤسسة ما بتحترمناش وبتلعب بمصيرنا وبتلعب بمستقبلنا للدرجة دي؟ احنا بنوجه استغاثة. تمام. للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا ولاد حضرتك. تمام. حضرتك بتنزل الشارع وتقول لو حد محتاج حاجة يجيلي، احنا جايين لحضرتك لحد عندك. تمام. نقول لحضرتك ان في تعنت واضح. تمام. واحنا مش عارفين نحصل على حقوقنا. تمام. وعايزين تدخل يحل يعني يحل لنا المشكلة دي. يعني جامعة العريش منارة. تمام. منارة. تمام. زي ما احنا وضحنا في البيت منارة للمحافظة، ونتمنى وصول الرسالة، ولجامعة العريش حق لجامعة العريش حق الرد. وفي نهاية الفقرة بنتوجه بالشكر لضيوفنا الكرام، دكتور محمود جمال اللي تعب وجه من بير العبد في شمال سيناء. أيوة. والدكتور محمد شرقي اللي تعب وجه من محافظة المنصورة. أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل. في نهاية حلقتنا بنتوجه بالشكر لضيوفنا الكرام، ويتجدد اللقاء. معنا طبعا نموذج لجمعية بدأت بمجهود فردي ثم بدأت تتوسع بشكل خدمي، مستوصف خيري طبي لخدمة غير القادرين، مطبخ الخير القائم عليه الحاج فتحي حرب،
مساعدة حالات إنسانية مثل الغارمات، وهنشوف ده في نهاية الحلقة بتاعتنا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.